تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سلسله خسائر الانديه الكبرى اللي بنقدمها بقناه سيلفي سبورت على يوتيوب الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، وعشان هيك لازم تشتركوا فيها. حلقه اليوم نتوقف فيها مع احد اقوى الفرق في تاريخ دوري الابطال، 7 بطولات اوروبيه، فريق كان الاعلى شعبيه لسنوات طويله في العالم. احنا بنحكي عن اي سي ميلان اللي حنتوقف اليوم معاه في اكبر خساره في تاريخه، وهي الخسارة اللي تلقاها عام 1922 كانت أمام بولونيا في بطولة الدوري، وسقط ب8 مقابل لا شيء. طبعا الخسارة كانت في ملعب ميلانو أمام جماهيره لتصبح ثقيلة مزدوجة. المباراة كانت لحسابات موسم 22-23 الجولة الرابعة. بولونيا سجل في هدف في الدقيقة 4 وميلان صمغ للدقيقة 41 ثم تلقى الثاني، لكن الانهيار فعليا حصل في الشوط الثاني وصارت النتيجة 8-0. طبعا للتذكير ذلك الدوري ما كان يلتعب كدوري عادي، بل كان على شكل 3 مجموعات ألف با جيم، وكل مجموعة فيها 12 نادي وبتأهل عن كل مجموعة فريق واحد. وفي مجموعة ميلان وبولونيا ما تأهل لا ميلان ولا بولونيا، لأنه المتأهل كان وقتها القوي الذي لا يقهر في تلك اللحظة جنوة. أما أوروبيا فأكبر خسارة لإسي ميلان في أوروبا كانت ضد أياكس في كأس السوبر الأوروبية عام 1974 في لقاء الذهاب في ذلك البطولة. أيامها كانت كأس السوبر ذهاب وإياب، وفي لقاء الذهاب ميلان فاز بهدف مقابل لا شيء، لكن في الإياب سقط بشكل كبير مذهل أمام أياكس 6-0. ولكن في ناس بتقول هذه الخسارة اللي حكت لنا إياها يا عواد 8-0 بسنة 22 جيب لنا شيء جديد. في بطولة الدوري الحديث ومنذ تأسيسها على اسم سيريا آ، أكبر خسارة لميلان هي 6-1 أمام يوفنتوس عام 1997 أو 5-0 أمام روما عام 1988.